اللغات العبرية هي لغة بعض الأنبياء، السريانية لغة بعض الأنبياء، العربية كذلك. اللغات يحتاج إليها ليعلم أهلها، أهل هذه اللغات، الدين بلغتهم، فتدخل في فروض الكفاية. اللغة الإنجليزية الآن، التركية، تعلمها من فروض الكفاية، العبرانية، السريانية، هذه اللغات، لأنه يوجد من يحتاج لعلم الدين ويحتاج أن يسمع هذه العلوم بلغته، فلا يجوز أن تسب اللغات ولا يجوز أن يستخف بهذه اللغات. اللغة السريانية قلنا هي لغة بعض الأنبياء، سيدنا عيسى كان يتكلم بالسريانية، وسيدنا آدم لغة التخاطب بينه وبين أولاده بالسريانية. العبرانية لغة عدد من الأنبياء، لذلك يقول الشيخ: من علم أن العبرانية لغة عدد من الأنبياء واستخف بها يكفر. يعني اليوم اليهود كفار، هؤلاء اليهود، لكن بأي لغة يتكلمون؟ بالعبرانية، بالعبرية التي هي لغة كثير من الأنبياء، عدد من الأنبياء، فلا يستخف بهذه اللغة ولا تسب هذه اللغة.